السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لموضوع تربية السمك في البيت، كتير من الناس عايزين يعملوا المشروع ده لكن خايفين من الكلام اللي بيقروه ويسمعوه عن الفلتر، فلاتر اوتوماتيك وفلتر بيولوجي، ومش عارفين ازاي يعملوا الموضوع ده. انا حبيت ان انا اتابع الموضوع مع حضراتكم وانقل لكم حاجات مهمة جدا. الموضوع بتاعنا دوت مش ان انت هتربي سمك بس. عشان تربي سمك بس فانت فعلا محتاج لفلتر اوتوماتيك وفلتر بيولوجي وكده. عشان اقرب لكم المسافة، وبالنسبة لتربية السمك من غير ما تزرع بيها فوقها او جنبها، ده ملوش علاقة بالموضوع بتاعنا، لكن احنا موضوعنا ان احنا نزرع في حوض باستخدام مية السمك. السمك طبعا ليه مخرجات بتلوث المية، ولو فضلت في المية هتموت السمك. فلو انت ما زرعتش فلازم تفلتر المية فلتر بيولوجي، يعني فلتر فيه حاجة اسمها ميديا، يعني طوب زلط بلاستيك، حتت بلاستيك عشان ينمو عليها بكتيريا، فيبقى دوت ايه المية تخش فيه فيكتسب البكتيريا، البكتيريا ايه تستخدم الايه المفاضلات بتاع السمك. وعلشان المية تنزل سليمة فاحنا بنعمل لها فلتر اوتوماتيك، يعني معناها بنجيب مثلا سيفنج او حاجه ونحطه في برميل وندخل الميه علشان تتفلتر، تطلع من الناحيه التانيه نظيفه وترجع لها تاني للسمك، ترجع تاني للسمك وتاخد هواء من الاكسجين من الهواء وتنزل في الحوض بتاع السمك. دي فكره ايه ان انت ما تزرعش على ميه السمك. الفكره التانيه بقى ان انت تزرع في حوض نباتات تستهلك الفضلات بتاعة السمك وتكون مصدر للأكسجين للسمك، وتكون في نفس الوقت ايه الفلتر اللي هتفلتر السمك من اي فضلات عضوية عشان ما تنزلش للسمك تاني. طبعا الفيديو اللي تحت ده، تحت الفيديو اللي احنا بنتكلم فيه ده، هتلاقي لينك، هتلاقي بداية الفكرة اللي انا حبيت اشرحها ازاي تعمل المشروع ده في بيتك او الجنينة بتاعتك او البلكونة بتاعتك او السطوح بتاعك. ان انت هتجيب تانك من السبتية وتعمل فيه الحاجات اللي انا شرحتها في الفيديو اللي تحت الفيديو ده. ممكن تدوس عليه، تضغط على اللينك اللي تحت الفيديو وتشوفه لو انت ما شفتوش قبل كده. دلوقتي بنكمل حاجة مهمة يمكن انا ما ركزتش عليها في الفيديو الاولاني، وهي ازاي تنزل المية. احنا عرفنا ان احنا هنرفع المية ونحطها او هتنزل في قلب الحوض اللي فيه الزلط ده او الطوب ده، لكن احنا ما عرفناش ازاي ننزل المية دي بقى من الحوض اللي فيه الطوب، يعني ما ركزش فيها، عشان كده هركز في الموضوع ده. زي ما انتم شايفين كده الزلط اللي محطوط في قلب الحوض ده بيسموه جرو بيد، روبيت يعني حوض التزريع او الاستزراع. بتلاقي احنا عملنا في الفيديو اللي قبل كده الماسورة الكبيرة دي وفي جواها ماسورة تانية صغيرة. المية بتتسرب من خلال الماسورة الكبيرة دي لجوه حوالين الماسورة الصغيرة اللي انتوا شايفينها هنا. طبعا المية مش هتنزل، لازم نعمل لها حاجة عشان ننزلها في قلب حوض السمك بعد طبعا ما تتفلتر وكده. هي طبعا هي المية اللي جوه دي متفلترة، فاحنا بنجيب الأداة دي، الماسورة دي المخرمة من تحت ومتغطية من فوق، ونروح مغطيين بيها الماسورة الصغيرة اللي جوه الاسطوانة الكبيرة اللي انتوا شايفينها دي. فالمية هتطلع لحد الصباع ده اللي بيشاور عليه في الفيديو. لما نحط بقى لما نغطي الماسوره الصغيره اللي في قلب الماسوره الكبيره دي، الماسوره الصغيره دي على فكره متوصله تحت بيه الماسوره اللي بتودي على السمك. فلما نغطي الماسوره الصغيره اللي في قلب الماسوره الكبيره دي بالماسوره اللي بنشاور عليها ديت، هتشوفوا كده هنعمل ايه.
نكمل كده ان شاء الله لما نغطي الماسورة الصغيرة اللي هي متوصلة تحت بالخرطوم علشان تنزل على السمك. هنغطيها ونربطها الألوص، هتبصوا تلاقوا المية ايه نبتدي تنزل في الماسورة اللي رايحة للسمك. عشان اقرب لكم الموضوع ده اكتر، هنا في الحوض بتاع الاستزراع وفي المادة اللي بيسموها الميديا اللي هي البني دي، وزي ما انتم شايفين الماسورة الصغيرة دي متوصلة من تحت ومن فوق، مربوطة كويس بالألوز، واضحة اهي، وباينة من فوق من قلب الحوض، حوض الاستزراع اللي اسمه جرو بيد. دي الوصلة اللي احنا هنركب فيها الماسورة اللي مستواها هيبقى مستوى المية اللي احنا عايزينها في الحوض، عشان ايه المية ما تغرقش الحوض والطف. فاحنا حاطين ايه الماسورة دي ببوزها اللي عامل زي الكوباية الواسعة ده، والجزء ده الذكر هيخش هنا في النتاية، وهنجيب ونوصله بالكوع ده من تحت عشان المية تنزل من خلاله في حوض السمك. زي ما انتم شايفين ذكر وانتهى اهو، والماسورة دي هتبقى ارتفاعها الارتفاع اللي احنا عايزينه حسب حجم الحوض، يعني حوض صغير ارتفاعها يبقى صغير، حوض كبير يبقى ارتفاعها يبقى كبير، يعني مستوى المية اللي احنا عايزينه هيبقى مستوى الماسورة دي. بنغطيه بقى بالبرطمان ده كأداة تعليمية، يعني احنا بنعلم بس، لكن انتوا عارفين انها هتبقى ماسورة تانية. شوفوا نحط الحاجة دي البلاستيك، القطعة البلاستيك دي عشان نسمح للمية انها تخش من تحت البرطمان، زي ما قلت لحضراتكم ده للتعليم. وبعدين بنحط بقى الماسورة الكبيرة دي اللي هي الحاجز ما بينها وما بين الماسورة الصغيرة وما بين الميديا اللي هي ايه الزلط او الطوب او الكلي، الكرات الكلي، الطين الاسوان اللي انا قلت عليه في الفيديو اللي قبل كده، وهنملى المي. طبعا انتوا شايفين ان الماسوره الكبيره دي ما مشرطه مفتحه في كل حته زي ما انتوا شايفين، فلما الميه تطلع فوق هتبتدي تخش جوه على الماسوره الصغيره. الميه ايه عليت اهي، وده مالت الجزء اللي جوه اللي حوالين الماسوره الصغيره دي، وبعدين بضغط الهواء اللي هو في قلب البرطمان هيضغط الميه فتطلع فوق مستوى الماسوره الصغيره دي، فينزل الميه في قلب الحوض بتاع السمك، ولما يقل الضغط هتنزل تاني الميه حوالين الماسوره اللي جوه. وبعدين طبعا احنا بنضخ الميه في الحوض اللي هي بنجيبها من حوض السمك، ما تنسوش بنضخها بالترمبة الغطسة في قلب الحوض ده، فبيبتدي المية تتجمع حوالين الماسورة الصغيرة دي، مية متفلترة واخدة اكسجين من الميديا دي اللي هي البني اللي انتوا شايفينها متفلترة ونضيف. الديجرام دوت او الرسم دوت بيبين الكلام اللي انا شرحته في الفيديو ده، ازاي الميه احنا بنضخها عن طريق الميه، هنا لونها ازرق وفيها طرمبه غطسه، ولما بتشتغل الطرمبه دي طبعا الميه دي فيها سمك سواء زريعه او اي سمك في دور النمو، وزي ما انتم شايفين اللي بتنور احمر دي اللي هي البرطمان، والسودة دي اللي هي الماسوره اللي متوصله تحت بالسمك،
والزجزاج اللي على اليمين وعلى الشمال ده اللي هو الماسورة الكبيرة قوي اللي هي ايه بتحجز الميديا البني دي عن انها تخش على ايه على المواسير المية. شوفوا دلوقتي لما تشتغل الطرمبة هتعمل ايه، هتبص تلاقي ضغط الهواء اللي هو الكرة الحمراء دي اللي ظهرت، هتبص تلاقي ايه المية نزلت في قلب الميديا اللي هي البني وبالتالي تسربت للماسورة اللي جوه والبرطمان اللي احنا شرحناه، وبعدين يقوم الضغط الهواء والجاذبية، ضغط الهواء من فوق والجاذبية الأرضية تجبر المية ان هي ترتفع فوق مستوى الماسورة اللي جوه دي بيسموها ستاند باي، تقوم ترتفع وتخش المية متفلترة ونظيفة ومتحملة بالأكسجين اللي جايباه من الجرافل أو البيت ميديا اللي هو البني ده، طبعا فيه هواء جواه وكده وبينمو عليه البكتيريا وكده وبيفلتر المية، فبيديك ايه مية نظيفة فيها أكسجين ومغذيات للسمك وبيعتبر كفلتر، وفي نفس الوقت ايه السمك بينعم بميه نظيفه والمخلفات بتاعه السمك بتطلع تروح للنبات اللي فوق اللي هو مزروع في الطبقه البني دي، وبالتالي بتاخد حاجه اورجانيك، يعني النباتات اللي بتنمو بتبقى اورجانيك عضويه ما فيهاش اي نوع من انواع لا اسمده ولا السماد بتاعها هو مخلفات السمك، فانت مش محتاج بقى لا هتجيب فلتر بايو فلتر ولا هتحتاج لفلتر اللي هو السيفينج ده اللي بيقولوا عليه الاوتوماتيك ولا الميكانيكي، طبعا كلمات يعني كبيرة قوي والناس بتتوه فيها فمش عارفة ايه هو الاوتوماتيك الميكانيكي وايه هو الفلتر العضوي. الفلتر العضوي ده بيفتكروا انه هو حاجة سحر وشعوزة، لكن هو الحقيقة ايه عبارة عن برضو الزلط ده الفلتر البيولوجي او حتت بلاستيك او اي حاجه بتسيب المايه تلف فيها لحد ما ربنا يكرمنا كده. ارجو ان يكون الفيديو عجبكم وتكون الفكره دي قابله للتنفيذ في البيوت، وطبعا انتوا عارفين ان يعني انا طالب من حضراتكم دعوه كريمه لوجه الله انه يفرج عننا جميعا، واتمنى لكم اوقاتا سعيده والتوفيق والنجاح، ولا تنسوا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.